مساء الخير عليكم، حلقة جديدة من دفتر أحوال. برنامجنا هو برنامج المشاكل، إنما مشاكل وحلها. دايما بندور على حل المشكلة. حل المشكلة بيكون فين؟ بندور عليه عند مسؤول في دهاليز القانون، عند المواطن اللي ما يعرفش نفسه الحل ممكن يكون إزاي. ده اللي بندور عليه، ده اللي فكرة البرنامج هي قايمة عليه. صفحة دفتر أحوال بالعربي على الفيسبوك دفتر أحوال، تابعونا هتلاقوا عندنا كل ما يخص الأسرة المصرية. أي حد عنده مشاكل، أنا أظن أنه النسبة الأكبر من المصريين هي اللي بتعاني من مشاكل وعي وثقافة فكرية وعقلية. دايما بقول أنه توصيل الفكرة هو أهم من توصيل الخدمة. أنك توصل الخدمة للبيت ده أمر بقى سهل وبقى روتيني، بقينا نعرف دلوقتي عناوينه إيه، إنما توصل الثقافة ده أمر صعب قوي. صعب قوي ان احنا نعدل ثقافة المواطن المصري ازاي يعرف حقوقه، يعرف التزاماته، يعرف ايه اللي ليه، يعرف ايه اللي عليه. امور هي بجد، هي انا شايفها هي رمانة الميزان في تحرك الدول. يعني الدول الناضجة تحس ان شعوبها دايما هي اللي مدركة، تعرف تتعامل مع الاحداث. ده اللي دايما بندور عليه. الثقافة اتغيرت اكيد عند مصريين كتير، دايما بندور على الأفضل وعلى الأحسن وبنساعد بعض. النهاردة تقريبا بناء على طلب الجماهير زي ما بيقولوا كده، اللي حصل أنه كان معانا في أحد الحلقات الماضية دكتورة متخصصة في الصحة العقلية وتطوير السلوك، وسألناها إيه هو تطوير السلوك، وصفت لنا حاجات كتير إنما الوقت ما سعناش. هفكركم بيها الاول، هقدمها لكم. يعني انا مش عايز اقول المقدمه عنها، انما هي تتكلم عن نفسها اكتر. معايا ومعاكم النهارده الدكتوره ياسمين جمال، برحب بيكي. اهلا وسهلا بيكي. دكتوره الصحه العقليه وتطوير السلوك. دايما حتى التايتل او المسمى بتاع حضرتك كان فارق معايا قوي الحلقه اللي فاتت. افهم يعني ايه تطوير السلوك، هو ده محتاج دكتوراه؟ ايوه. مش هقطعك النهارده، وحابب اسمع منك اكتر ازاي نوصل لأن المواطن المصري يكون ساوي أكتر، اللي عنده مشاكل يحلها. حابب أفكر كل مشاهديني أنه موجودين على معاكم على الهواء، وأرقامنا موجودة على الشاشة، اللي عايز يتواصل معانا احنا جاهزين على صفحة دفتر أحوال. كمان ابعتولنا هنرد عليكم في نفس التو واللحظة. دكتورة ياسمين، أهلا بيك. مشاكل الأسرة، زوجات، طلاق، مشاكل، أمور بتتحل؟ طبعا. انا عايز اقولك انه مشاكل الاسرة بدايتها اساسا عدم وعي الزوجين باي حاجة في الجواز من البداية. يعني احنا في المجتمع المصري اول ما بيبقى عندنا بنت خلاص بنبقى مقررنا ان البنت دي مصيرها الجواز. تمام. خلاص عندنا ولد للأسف مش بنعده ان هو يبقى زوج، فبتبقى البنت. طب هو انت كده معناها انك بتقولي انك عديتي البنت انها تبقى زوجة؟ هي كده. اول ما خلفنا البنت، ايه العنصرية دي؟ هو اول ما خلفنا البنت يقول لك لازم نجوزها، هو ده الثقافة السايدة. يعني لو اتأخرت شوية عن 21 سنة ولا 20 سنة يعني بنقول عليها بارد العنوسة. خلاص، وهي لسه يا جماعة لسه قدامها حبة. فهي من اول ما بتتولد البنت ده، حتى في ناس اول ما بيجيبوا بنت بيبداوا يجهزوها، اللي عارف اللي هو نشيل البنت. لكن للاسف. بس انت قصدك، ما هو ده اللي كنت لسه هسالك عليه، هو قصدك من التجهيز للجواز هو بالمسمى المصري الدارج الشوار بتاعها ولا التجهيز النفسي؟ او التجهيز الشوار والتجهيز النفسي، ان دي زوجها، دي لازم تتجوز، مفيش عندهم حل تالت. نعلمها عشان تخلي بالها من بيتها، نعلمها عشان يجي لها زوج كويس. طب مين اللي بيعلم البنت دي؟ الاهل طبعا، باباها ومامتها. طب ما انا هتفق معاكي انه الام اللي النهارده علمت البنت دي طريقه جوازها، اشمعنى ما علمتش ابنها؟ ما هو المشكله هنا بقى تكمن المشكله. ان انا ببقى مهتميه قوي، ان انا بسميها بصراحه ان انا اخلص من البنت بصراحه، ان هي في الاخر مصيرها بيت جوزها. تمام. وفي نفس الوقت ما بعدش الولد ان هو يبقى زوج صالح، وفي الحالتين انا بعمل مشكله في المجتمع، في الاسره نفسها مفيش وعي. لا ان البنت ليه تبقى زوجه، يعني انت ازاي تبقي زوجه ما تعرفش، لكن تعرف انها اتخلقت اتولدت عشان تتجوز. لكن الولد يفضل عايش اصله ولد، اصله راجل، راجل
اصل طب انت بتعدي ان هو راجل، يعني انت عايزه تقولي لي وتحطي ايديكي على جزئيه مهمه جدا، يعني انا يمكن عشان بس اكون انا مناصر للمراه شويه، هتفق معاكي بصراحه في المضمون ان المجتمع الى حد ما ذكوري. المجتمع ذكوري فعلا، صح كده؟ فعلا مجتمعنا للاسف، المجتمع في الوطن العربي عامه هو مجتمع ذكوري. الشرق الاوسط شويه مختلف شويه. احنا عندنا مجتمع ذكوري ليه؟ لان احنا عندنا عدم وعي بالثقافه الرجل وثقافه المراه، ما عندناش وعي. اضيف لك الفاظ كمان، اتفضل. الراجل مفيش حاجه تعيبه، صح كده؟ انا امور كتير بختلف فيها، يعني يعني ايه الراجل مفيش حاجه تعيبه والست امور كتير بتعيبها؟ للاسف كملنا صوره الراجل، لكن لما بنحصل بقى ان احنا بنبقى خلاص زوجين وبنبقى في بيت واحد، بنلاقي الراجل ساب مسؤوليته والست مش عارفه مسؤوليتها، ولا ده عنده وعي ولا دي عندها وعي، وبالتالي بتحصل المشاكل من النقطه دي. مشاكل الجواز كلها مبنيه على نقطه الوعي. انا عجبتني قوي في المقدمه بتاعتك وانت بتقول كلمه الوعي، لان للاسف احنا مجتمعات ينقصها كلمه الوعي، يعني كلمه الفهم دايما. ما هو يمكن برنامج عندنا متخصص شويه في حل المشاكل بطريقه عمليه مع تواصل مع مسؤولين، انما كانت فكره غريبه شويه علينا ان احنا نتعامل مع دكتوره بتاعت صحه نفسيه عشان نحاول نحل مشكله. يمكن انت كمان بتساعدينا كمان في حالات، في انك تحل لنا المشاكل النفسيه عند كتير من الحالات، فكانت فكره جديده، هي برضو من مفهومها نقل الثقافه. ايوه، نقل الثقافه، نقل الوعي نفسه. انا يعني لما لقيت ان العقل هو اساس كل العمليات اللي عندنا في حياتنا اللي كرمنا بيه الله سبحانه وتعالى، اللي خلانا مختلفين عن الحيوانات، هو العقل. صح. العقل بيأثر على النفسيه، صح. فصدقني وانس ان الانسان يفهم، يعني يجيله وعي، يفهم هو ليه اتخلق، ايه قيمته في الحياه، ازاي انا من ابدا من عندي طفل صغير اربيه ان هو يبقى زوج يحترم كينونه المراه، ازاي اخلي البنت تحترم كينونه الرجل، بغض النظر هي الاحترام على فكره مش هو روحي اعملي لاخوكي كذا او روحي اعملي كذا، مش هي دي خالص، انه ده اخوكي ده راجل، لا. الفكره من البدايه خالص ان انا الولد الصغير ده، يعني انا حتى قلتها مره، انت مثلا ابنك في كي جي 1، بنت جنب قاعده بنت جنبه، البنت ضربته، يقوم الولد يروح يضربها. عند النقطه دي لازم انا اشوف من كي جي 1، تخيل، ابدا ازاي افهم الولد ما تمدش ايدك على بنت، لم عايز تاخد حقك خده من ولد، لكن بنت لا. فيبدا الولد يتزرع في دماغه ان البنت دي شيء مقدس، انا ما ينفعش اضربها، لازم اروح اقول ابلغ. طب ما تخليني اعمل معاكي زوم، كلامك عجبني قوي وشكله عام في التربيه جميل قوي، انما خليني كده اقرب الكاميرا شويه جوه البيوت بقى. تمام. خلاص الكلام ده ما حصلش وما ربناش وما اسسناش وما ثقفناش. النهارده بقى عندي مشكله جوه البيت والاسره المصريه، تعداد الطلاق اكبر نسبه تعداد في العالم، مش في الوطن العربي. ده حقيقي. لما اعمل بقى تقريب بالكاميرا دي وادخل جوه البيوت، حل المشكله ازاي؟ النهارده انا في حالات كتير قوي بتجيلنا طلاق، انا من وجهه نظري شايفها مش مشاكل اكتر من انها نفسيه، عدم توافق. ليه بقى؟ لان هو برضو هرجع لك نفس النقطه، اولا انا بدخل بنت وولد او راجل وست مش فاهمين اي حاجه عن الجواز. تمام؟ البنت بتتربى على انها تمتلك الراجل، خلاص هي اتجوزت هي امتلكته. خلاص؟ نفس الحكايه، الراجل بيخش للبيت مش فاهم اصلا حقوقه وواجباته ايه، خلاص، فبيبدا المشاكل تبدا من هنا، انا مختلفه وانت مختلف، ما يبقاش في تقبل، لا انا متقبله صفاتك ولا انت متقبل صفاتي، وبالتالي خلاص تحصل المشكله. خليني ارجع لك حته حلوه قوي انت فكرتيني بيها، ويمكن افتكرت الحلقه اللي فاتت بفكرتك في انه يكون في مركز لتاهيل ما قبل الزواج. احنا بنطالب بده. انا عايزه اقول لك ان انا ناقشت رسالات كتيره جدا في جامعه سوهاج لموضوع الارشاد الاسري، تقريبا ما فيش حاجه اتحطت قدامي او بحث اتحط قدامي الا وفي انا شخصيا عملته، اللي هو يكون في مكان يا جماعه دوليا، يعني دوليا وحكوميا، يبقى هنا في الحكومه المصريه تتبنى ان يكون في مكان زي الاسره والطفل زي ده للمقبلين على الجواز. انت جاي تتجوز، لا قبل ما تروح للمأذون تعالى. تفتكر الثقافه دي ممكن تنقل المواطن المصري انه يحس انه قاعد عند يعني شخص دكتور او دكتوره بيقنعه هل انت مؤهل للتجوز ولا لا؟ ما اكيد هيتفلسف بطبيعه الشعب المصري او طبيعه ثقافتنا احنا، ان احنا
شوية عندنا هي بتبقاش كده، هي برامج معدة لتأهيل، زي عارف التأهيل لسوق العمل لما بناخد كده الشباب نأهلهم لسوق العمل. طيب ناخد الشباب نأهلهم للجواز على شباب فكرة. وبنات شباب بقى، الشباب سواء بنت او ولد، او ولد ناخدهم نأهلهم بقى نديهم دورات قصدك. هي بتبقى طب هم فاضيين لتجهيز بيوتهم ولا؟ والله انت عايز تتجوز، خليني بناقشك بقى بمفهوم الشارع. خلاص انا عايز اتجوز، احنا عايزين المجتمع، احنا عندنا مشكله في مجتمعنا صح، اتوجعنا منها خلاص. صح. الناس بقت مطلقين، الولاد بقوا مش عارفين حياتهم مع الاب ولا مع الام ولا، فاحنا عندنا أنا مشكله. انا بيجيلي انت فعلا دوستي على جزئيه مهمه، يمكن انت احنا اتفقنا انه نسبه الطلاق في مصر هي اعلى نسب العالم. نفسيا، وده اللي عايز ارجع لك فيه، انها وصلت العنوسه لنسبه كبيره، لانه اللي مقبلين على الزواج من نسب الطلاق خايفين يتجوزوا، واللي بيتطلقوا خايفين يتجوزوا، خايفين يتجوزوا تاني بالظبط. يعني اللي وبعدين احنا في مشكله فعلا حقيقيه، لانه انت عارف يعني ايه حد يكون مش عايز يتجوز اصلا، ما اتجوزش ومش عايز يتجوز اصلا. صح. تمام، او اتجوز وجرب وخلاص خد التجربه بكل مأساتها، مأساة هي مش انت عايز. يعني خليني اقف عند مأساة دي وهكمل منها، بس خليني اخد اتصال الاول من محمد. مساء الخير يا محمد. الو، مرحبا بحضرتك يا فندم وضيفة حضرتك الكريم. ربنا يخليك يا محمد، منورنا الاول. ربنا يخليك يا فندم. انا بس يعني كان ليا راي، بس يعني انا شايف حته ان احنا نجيب الشاب قبل الجواز ونتكلم معاه زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا كشعب في مصر يعني دي فكره. بالظبط، يعني صعب علينا. بالظبط صعب علينا. يعني انا بكلمك، يعني انا راجل مقبل على جواز، يعني انا بكلم حضرتك يعني بالبلدي كده، يعني صعب يعني علينا. انت مش مؤهل نفسيا تقعد مع دكتور او مع دكتوره يقول لك انك ينفع تتجوز الشخصيه دي ولا لا؟ والله يا فندم يعني انا رايي، بس يعني رايي في النقطه ديت، ان الشاب مثلا اللي مقبل على جواز، يعني انا راجل، يعني انا مقبل على جواز، انا 27 سنه من دلوقتي بخطط، مثلا انا يعني انا ان شاء الله ناوي ان انا اخلف، يبقى عندي ولدين، يبقى عندي بنتين، يبقى عندي اجيب اثنين بس عشان معيشتي. المفروض انا يعني انا رايي ان هي بترجع للانسان نفسه، للانسان. انت قبل ما تتجوز لازم تكون مسلسل حياتك، طبعا كل شيء بعد كده بيبقى بإرادة ربنا. هو ده نفسه اللي قالته الدكتورة، يعني انت لو نظمت هترتاح. هو ده نفسه اللي قالته، يعني انا متفق معاك، ده اللي قالته الدكتورة ياسمين، انه الشخص النهارده انت راجل سوي، انا شايفك راجل سوي في انك مؤهل نفسيا انك تتجوز. عايز اعرف عنده كام سنة. انت الدكتورة ياسمين بتسألك عندك كام سنة؟ عندك كام سنة؟ انا 27 يا فندم. اهلا وسهلا بيك. انت شايف انك نفسيا، بس انا بتكلم ان احنا ايه ثقافه، ان احنا يعني انا بتكلم حضرتك بكل صراحه، يعني ان احنا نروح ونقعد والكلام دوت، يعني انا شايف ان هو يعني نسب الطلاق. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، انا كنت لسه سامع حاجه معينه عايز اكلم حضرتك فيها، اللي هي الطلاق الشفوي، اللي هو يعني مثلا انت طالق، انت ساعات الواحد بيبقى في غضب، بيبقى في الكلام ده فندم لازم يقنن. انت عايز تطلع حضرتك، ايوه، وانت عايزه تطلعي، ايوه، طب تعالي نقعدوا، الولاد دي هيحصل فيها ايه، حضرتك هتدفع كذا، كل ده يبقى موضوع. ده دور محكمه الاسره، يعني اوريدي ده موجود. أيوة. في مكتب التسويه. أيوة. في محكمه الاسره. محكمه الاسره بقى احنا بنتكلم ان احنا نحل قبل المشكله. يعني احنا دلوقتي بقينا في مشكله في المجتمع حقيقيه، احنا مش بنتكلم. أيوة. احنا انا مع حضرتك. انا مع حضرتك، بس انا في نقطه حته محكمه الاسره دي يا فندم، انا بتكلم على الاطفال اللي بتتظلم يا فندم. انا بشوف اطفال بتتظلم، انا بشوف اطفال بتقعد، اصل معلش يعني انا كاب راجل اتجوزت مثلا وعندي عيل ما ينفعش اقعد معاه ساعتين في اليوم والكلام دوت، لا، كل الكلام ده لازم يتقنن ويتظبط. وحته الطلاق الشفوي دي انا مش معاها شرعا، هي موجوده شرعا، انا معاها، يعني انا عارف ان هي موثقه وكل حاجه. طبعا انا مش راجل دين، بس انا بكلم حضرتك بالبلدي، معلش استحمليني، عشان انا متضايق من سبب الاطفال اللي انا بشوفها. الاطفال دي بتبقى شباب، بتبقى يعني كفايه بقى يا جماعه، يعني عايزين ننظف حكايه ان انت، انا مش واحده تعالي انت طالق، طب انت طالق وبعدين هتمشي؟ طب ما احنا يا فندم احنا علشان خاطر نقدر نحد من كل الكلام اللي انت بتقوله ده، لازم يكون عندنا ثقافه. الثقافه دي حضرتك هتاخدها منين؟ انا 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 بصي هقول لك على جزئيه، يعني الاول بشكرك الاول يا محمد لاتصالك ومتابعتك، انما فتح علينا المجال في فكره التصويت. هو راجل مدرك وعنده وعي شويه اكتر من غيره، انا شايفه يعني حتى عنده وعي في ان اسره يعني فيها حرمانيه انها تتدمر طبعا. انما هو فتح عندي المجال للتصويت على الموضوع، لان تحس انه في
الشعب او المجتمع المصري والاسر المقبله على الجواز هتنقسم لجزئين، جزء يقبل نفسيا ده ومؤهل نفسيا انه يقعد، وايه المشكله ان انا اقعد مع دكتور او مع دكتوره عشان اتاهل الجواز او عشان هي تحكم عليا وتقيمني صح. بنسبه كام في الميه، وهتلاقي جزء تاني رافض زي محمد. مدى رفضه ده يختلف. انا اتمنى بقى الفئه اللي مش رافضه، اللي رافضه الموضوع، تثقف نفسها. يعني في الحال في كل الاحوال انت لازم يبقى عندك درجه وعي بالجواز. كلام مظبوط. تمام. ويطلب من الطرف الاخر كمان، يعني خطيبته او هي بقى مراته، لازم تثقف نفسها. انت مش عايز تقعد قدام حد. هكلمك بلغه المجتمع. تفضل. هو فاضي يحب فيها ولا ايه ثقافه؟ خليني اخد اتصال من استاذه ياسمين تقريبا صح؟ استاذه سمر. استاذه سمر. هلا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا كنت عايزه اتكلم عن موضوع الجواز وكده. طب بصي يا بصي يا سمر، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. ازاي يعني الواحد يختار صح وكده؟ بصي اسمعينا من التليفون، وطي التلفزيون عندك خالص. ماشي، وطيته خالص. قولي بقى، بتقولي عايزه ايه؟ عايزه اعرف يعني ازاي الواحد يختار صح وكده. عندنا بتبقى في الصعيد بالذات بتبقى اختيارات الاهل وبتطلع غلط على طول. انت منين في الصعيد الاول؟ من اسيوط. من اسيوط، منورانا الاول، بنشكرك انك متابعانا. عندك كام سنه؟ عندي 36. 36 سنة. ما سبقلكيش قبل كده الجواز؟ اتجوزت وانا عندي 18 سنة. 18 سنة. طلقت. طلقت بعد سنتين. بعد سنتين. اتجوزتي تاني؟ ما رضيتش اتجوز تاني. تمام. ما رضيتش. هي الفكرة وانا وهو في حاجات كتير على فكرة، في واحدة صاحبتي برضو مدرسة قاعدة 40 يوم ما فيش غيرهم، ولها برضو 10 سنين ما رفضت تجربة مرة تاني. تمام. هي الفكرة بقى ان احنا بنقولها هي برضو. هي الفكرة في رد سؤالك يا حضرتك يا سمر. هو نفس الحكاية. انا دلوقتي ما عنديش ثقافة في المجتمع. ما عنديش ثقافة الجواز. اصل انا الفكرة ان انا لما اروح افرق يعني. بص يا سمر، تابعينا وبشكرك الاول لمتابعتك. خليكي معانا. انا انت عندك تجربة ويمكن تكوني يعني مش اساءتي الاختيار، انما حظك وحش يعني. انما الحل ايه والطريقه ايه؟ انا هسمع الدكتور ياسمين. الحل والطريقه هي ان احنا لازم يكون عندنا ثقافه الوعي الجواز. انا دلوقتي رايحه اتجوز، انا لازم يكون عندي معايير اختار الشخص ايه. حتى الاهل على فكره، يعني الاهل نفسهم لازم يكون عندهم معايير. مش عشان ابن خالت البنت فانا هجوزه لها هو اولى من الغريب، او هو عشان زي ما بيحصل في الصعيد، انا صعيديه وعارفه. تمام. اللي هو عشان اهل اللي مش عارفه ايه، اصل لا عشان الورث ما يروحش بره، اصل لا لا لا، في معايير نفسيه شخصيه بتخليني اقول بنتي. حتى هي القران حكمها الطيبون للطيبات والخبيثات الخبيثين للخبيثات. دي معناها ايه؟ الناس بتقول لك للطيب للطيبه. لا لا لا، ده معيار للاب والام علشان يعرفوا يختاروا لاولادهم. انت عندك بنت طيبه، انت مسؤول ان انت تجوزها لحد طيب زيها. في عندك ولد شقي او بنت شقيه او هي دي هتنفع مع ده اللي هيعرف يظبطها. انت فاهم ازاي؟ هيعرف يخليها تمشي على عجين ما تلخبطوش. هو انا ده مقياس تمام للاختيار. فانا لو انا عارف ان انا ازاي اختار لبنتي يعني راجل، الرجوله دي شكلها عامل ازاي. النهارده خلينا نتكلم بقى في واقعه سمر، او يعني النهارده الواقعه اختلفت من انه مقبلين على الجواز زي واقعه محمد لسمر، في انها خارجه من تجربه سيئه. يا فندم انا عايز اقول لك انه ثلاث ارباع اللي بيتجوزوا حاليا لو كملوا لشهرين جواز بيبقى كويس. لا تخليني اخد اتصال بقى ترى واوصل ونحاول نوصل بالمده للحد الاقصى. اتفضل. مساء الخير يا محمد. مساء النور يا فندم. اتفضل، نورنا الاول. نورك يا فندم. محافظه ايه؟ الله يخليك ومحضور معاك حضرتك. منين يا محمد؟ من سوهاج حضرتك يا فندم. سوهاج، منورنا. احسن ناس. اهم حاجه يا فندم برضه في الثقافه اللي عزمها الدكتوره قالت برضه احترم رايها تمام. اهم حاجه برضه يعني العدل بين الزوجه وبين الزوج، يعني مش لازم ان نفهم ان احنا نيجي على الزوج ونيجي على الزوجه، لازم نلاقي حل. شايف ان العدل ده بيطبق ازاي او يجي ازاي؟ يجي لما تروح لمحكمه الاسره تمام،
اكتر حاجه بيجي على الراجل وبينسوا الست. تمام، فتلاقي الست اهم حاجه هي تمسك اللي جنب في البيت، تمام، وتبقى هي في كل في الكل، غير كده اروح اشتكيك طلع عينك. معلش يبقى كده مش الحل برضه. طب ما هو القانون في صفها، هنعمل ايه؟ هو قانون، هو قانون جاي في صفها حق الست. تمام، ما هو عاشت يعني الحياه كلها مظلومه، جت لحد الحته دي وحاولنا ننصفها شويه. تمام يا فندم. انت متجوز يا محمد؟ برضه عامل ايه مع مراتك؟ انا كنت متجوز قبل كده وجيت اتفصلت، وبعد كده عدت تجربه تاني زي ما قلت الدكتور، اهم حاجه في الثقافه الوعي انك ممكن تجرب تاني، لانك ما تيأس من اول مره، ممكن تجرب مره تاني يمكن حظك يطلع حلو. بس هي المشكله دلوقتي ان الست دلوقتي اهم حاجه ان لها طلبات لازم تحقق ولازم تتمان، طلبات ماديه يعني؟ في البيت. غير كده طلبات ماديه يا محمد؟ بقى بتطلع عينك. انت عامل ايه في جوازك يا محمد؟ في كل حاجه والله. الدنيا عامله ايه معاك في الجواز بتاعك؟ تمام؟ اهو الحمد لله، اهو اهو الحمد لله مطلع عيني والحمد لله. بشكرك يا محمد. شايف لمتابعتك. هنرجع تاني ونقول يا جماعه موضوع ان احنا نوعى للجواز ده ويبقى فيه مكان احنا بنروح له، علشان الموضوع ده هيلم المطلقين وهيخلي الوعي يبقى للغير اللي هم المتجوزين، وهيخلي كمان المقبلين على الجواز. يعني انا مش بنادي بس ان انت رايح تتجوز فانت يبقى ليك مكان تروح عشان تعرف الجواز ده ايه وكده. وعلى فكره احنا مش بنقعد مع دكاتره نفسيين بس، لا ده في مدربين وفي برامج، في برامج زي ما هو قال كده. ايه الحقوق؟ تحت اطار الطب النفسي، كلهم تحت اطار التنميه البشريه. تنميه حلو المسمى، ماشي. مش هنقول طب نفسي، اتفق معاكي في المسمى ده افضل. التنميه البشريه، التنميه الذاتيه، التنميه البشريه، تنميه الوعي، لكن تطوير السلوك، تطوير السلوك. لكن مش هنقول الطب النفسي. الطب النفسي مؤذية نفسيا قوي على الشخص، وهي يمكن هو ده رفض المتصل. امراض زي البطنه، زي مثلا مريض البطنه فيروح للدكتور، في امراض نفسيه، امراض النفسيه بيتوجهوا للطب النفسي. الطب النفسي مش هو اللي هيحل مشاكل الناس، هيحل مشاكل الناس المريضه. عندنا اتصالات كتير قوي، خليني اخد ياسر. مساء الخير يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بيه؟ الصحه. ازيك يا استاذ ياسر، منور. كل سنه وانت طيب. انا عاوز اقول على حاجه. طب. ان الزواج دوت حاجه ساميه جدا وحاجه عظيمه جدا. صح، خدت بالك؟ يعني احنا المفروض الزوجين يبقى بينهم حاجه اسمها شعره معاويه. يعني كان سيدنا معاويه بيقول لو بيني وبين الناس شعره ما قطعت، ان ارخوها شددتها وان شدوها ارخيتها. ليه ما يكونش بين الزوجين شعره معاويه؟ انا اشيل شويه وهي تشيل شويه عشان الحياه كتير. ده جاي من الثقافه برضو، دي برضو التوازن. يعني هو اصلا الجواز توازن يا فندم، الجواز سكينه ورحمه ود. هو كده. لكن للاسف احنا ما هو حضرتك لو احنا عدينا زوجين يعني من التربيه بقى، احنا لجينا بقى دلوقتي لفن تربيه الزوج او الزوجه. انا عندي بنت مسؤوله ان انا اطلعها زوجه صالحه، عندي ولد مسؤوله ان انا اطلعه زوج صالح، عندي الفكر دوت وانا بربي، اكيد ولادي هيطلعوا بشكل مختلف، هيفهموا القدسيه بتاعت الجواز دي ايه اصلا، دي قدسيه فعلا. خليني اسال ياسر، في استاذ ياسر الاول في نهاية الاتصال كده معانا، موافق ولا ترفض فكرة انه يكون في مكان مخصص لتأهيل الزوجين وان احنا نحكم في ان هم مظبوطين في اختياراتهم ولا لا؟ صدقني يا استاذ المفروض الاساس التربية. خلاص بغض النظر عن التربية، يعني كلهم في بيتي ربى ما ربى، خلاص الموضوع قضي الامر. النهاردة بقى عندك ابن وعندي بنت هنجوزهم لبعض، موافق انه يكون في مكتب خاص بيهم يشوف ويحكم هم متوافقين في الجواز ولا لا؟ ايوه صح، لان اساس الزواج في الدين عندنا اساس الزواج التكافؤ. صح، التكافؤ ليس مادة فقط وانما خلق ايضا، يعني التكافؤ خلق كمان. لخص علينا، هو التكافؤ. بشكرك استاذ ياسر، خلينا ناخد اتصالات كتير قوي، في اتصالات معانا. بشكرك جدا، ويعني خدنا تصويته وهو موافق. انا تقريبا هنجمع اصوات على الموضوع. اخد استاذه اسماء. مساء الخير. الو الو مساء الخير. مساء
مساء النور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت. اتفضلي. انا بتكلم عن قانون الخلع اللي خرب المجتمع كله وشرد الاطفال وخلى الرجاله مش عايزه تتجوز والستات بقت تكره الستات وبقوا تكره الرجاله. انا ذنبي ايه ان انا اتحرم من احفادي ولا الاب اتحرم من اولاده عشان زوجه متدلعه وراها ناس بتساندها وراها ناس واخدين بالهم منها؟ يعني حرام، يعني حرام نقعد سنه ما نشوفش احفادي ليه؟ يعني عشان ايه؟ الاول انا ارفع لك القبعه ان ست وسيده هي اللي متضايقه من قانون الخلع ده. يعني مصلحه الاولاد فين؟ مصلحه ابوهم فين؟ مصلحتي انا فين؟ ده قانون الرؤيه. مجتمع هيطلع متشرد، الاطفال فيه متشردين، يعني حرام عليكم، حرام. قانون الخلع ده قانون فاشل، قانون ادى الست انها ساعه ما يجيلها مزاجها يلا انا هخلعك. بصي احنا مش هنعمم، يعني بنبقى اسمى، مش هنعمم الفكره في ان هو قانون فاشل او قانون مثمر، انما هي الفكره انه بينفع ناس وناس بتستخدمه في الصالح وناس بتستخدمه في الباطل، زيه زي اي قانون، زيه زي اي طلاق يعني نفسه. الطلاق نفسه حسب بالزبط. بيجي حسب اخلاق الست نفسها بالزبط. واخلاق اهلها، فكره حتى النفقه، حتى كل الامور دي، يعني في ناس بتستخدمها في الحق وفي ناس بتستخدمها في الباطل. انه الواقع يكون عندك للامر ده دلع على 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 المسمى، لحد المسمى بتاع حضرتك انه يكون نتيجه دلع، انت عندك حاله فرديه. انما في اكيد، خليني اكون برضو متفق، ان في ستات مظلومه ولازم تطلق نفسها وتخلع نفسها لانها اتاذت نفسيا وبدنيا وماديا واتاذت بصور كتيره قوي. فاكيد مش هنعمم فشلوا او توافقنا معاه. انا ليا واقفه بس في المكالمه دي والمكالمه اللي الاول. بشكرك يا مدام اسماء لمتابعتك. دور الحكم في حياتنا كاسره، وحكم من اهلي وحكم من اهلي رايح، يعني شوف هنا وراها حد بيساندها عشان تضايق الشخص، وهناك الاخ اللي اتكلم من الصعيد انه بالست ويطلعوا عينينا ومش عارفه ايه وكلام زي كده واهلها واقفين وراها. جماعة لما الله سبحانه وتعالى قال الحكم، دور تفعيل الحكم، الحكم ده مسؤول، يعني فهمني ازاي؟ يعني انت في دور مسؤولية كبيرة امام الله، زي الحاكم. خليني حد دور الحكم، يعني كمان انا موافق جدا في موضوع انه هسميه حتى كبير العيلة او كبير الاسرة ده، يعني خليني اتكلم عنه. مادام اخد بس الاول اتصال من خلود. مساء الخير يا خلود. مساء النور يا فندم. منورانا الاول. متجوزه ولا لا؟ نعم. متجوزه ولا لا؟ اتفضل. ايه رايك في فكره ان يكون في مكتب للاتفاق او التوافق ما بين الزوجين اللي هم المخطوبين بقى قبل الجواز؟ والله هي فكره كويسه، تخلي الاثنين يفهموا بعض اكتر ويعرفوا عن بعض كل حاجه اكتر. بس انا بتصل عايز اعرض مشكلتي على حضرتك واعرف حلها. اتفضلي يا فندم. انا متجوزه عرفي، لان انا كنت تحت سن 18 سنه. من وانت عندك 18 سنه؟ دلوقتي انا تمت ايه؟ من وانت عندك كام سنه؟ 18. انا متجوزه وانا عندي 16. تمام. اتجوزت عرفي. انا عديت ال 16 وسني وفق السن القانون اللي انا كتبت كتابي، وجوزي مش راضي لان انا زعلت اهلي. لانك ايه؟ بعتنا لهم ناس كتيره ما رضوش، فبابايا رفع قضيه، والقضية عايزة إثبات نسب، وإحنا ودينا شهود والنسب انثبت الحمد لله. فالمشكلة دلوقتي إن جوزي نكر جوازه مني في المحكمة خالص. طب وبالنسبة للورقة العرفي اللي ماضي عليها؟ ما هو بيقول هي مزورة وأنا ما أعرفهاش، بس إحنا ودينا شهود والشهود بتاعته هو كمان شهدت اللي هو متجوزني. طب هو طعن بالتزوير على الورقة دي؟ آه. طب طلع التوقيع في الآخر نتيجة الطب الشرعي، طلع التوقيع توقيعه ولا لأ؟ لا، طلع توقيعه صحيح، والقاضي عمل اثبات النسب. ده في اثبات النسب، انا بتكلم في اثبات العلاقه الزوجيه. لا، انثبتت يا فندم. اتثبتت العلاقه الزوجيه كمان؟ اه. طب ايه المشكله؟ طب ايه المشكله؟ المشكله اللي هو مش راضي يجي المحكمه خالص، طافش. ما انت هتاخدي احكام عليه، وبالفعل اخدتي احكام عليه. طب انت مش عايزه تتطلقي منه يعني؟ عايزه تكملي معاه؟ لا، عايزه اتطلق منه. طيب والمحكمه ما حكمتلكيش بكده؟ لا، لسه ما حكمتش، رجعها هي حوالي سنه.
يعني انت عندك مشكله انك عايزه تتطلقي بس. اه. رفعتي قضيه طلاق او خلع؟ لا لسه. من حقك انك ترفعي قضيه طلاق للضرر كمان، لانه انت بتقولي ان هو يعني على حد قولك بالظبط نفس الكلمه طافش، فانت بالحقك انك ترفعي دعوه وقضيه نفس المحامي اللي كمل معاكي اجراء دعوى النسب، اثبات تطلب. النسب ودعوى اثبات العلاقه الزوجيه، هو يكملك ويرفع لك دعوى تطليق للضرر وتاخدي حقوقك كامله، فدي امرها سهل يعني. عشان ما توقفيش حياتك بالزبط. وتكملي حياتك يعني. مخلفه منه؟ لا انا كنت حامل بس ما حصلش نصيب. ربنا يرزقك الخير ويرزقك بالزوج الصالح. مشاكل بتلاقي مشاكل ان شاء الله. تخيل بقى لو احنا عندنا جداً في حياتنا جداً متابعتك الاول. يعني مكتب حكومه زي التوثيق زي السجل المدني زي كده وبياخد الناس دي ياهلها هتحصل حاجه زي كده؟ انا عايز اقول لك يعني قبل ما ارجع للموضوع اللي ما نسيتوش وهو كبير العيله والحكم، فكره الجواز العرفي نفسها وتقنينها دي عايزه حلقات مننا وحلقات اكيد، انه ازاي نوصل الفكره للبنت قبل الولد، للبنت يمكن انا بدوس جامد قوي على موضوع للبنات، انه فكره الجواز العرفي ليه؟ ليه ما يكونش موثق؟ ليه تلجئي له كبنت؟ انا رايي في الموضوع الجواز العرفي ده اتمنى ان القوانين تتغير لصالح المراه بجد، لان القوانين مش لصالح المراه. ليه؟ لان انا بتجيلي حالات كتير بيفضلوا يتجوزوا عرفي علشان المعاش ما يقفش، محتاجه فلوس ما بتشتغلش عندها معاش فتتجوز عرفي. عندنا ثقافه انه الراجل ما يتجوزش واحده تانية. معلش لا، يتجوز واحده تانية احسن ما المجتمع يبوظ. تمام. الله النبي بعد اذنك بغض النظر، المخرج بس جوه عيد لنا الجمله دي تاني كده، بغض النظر على الجمله هي ايه، هو شرع. لا عيد لنا بس الجمله تاني، عيد لنا الجمله تاني. انت عايزه هو شرع. تمام. ده مفسده في المجتمع، ان انا دلوقتي مش مستريح مع مراتي وعندي منها عيال، فاقوم مراكنها على جنب واقوم رايح متجوز من وراها، فافسد بيت تاني ومراه تانيه عشان. وصدقني لا ربنا بيبارك في الاولاني ولا بيبارك في التاني. انت عايز يا اما تواجه مشكلتك او تواجهي مشكلتك. دي راجعه لثقافه الست، ان الست بتبقى رافضه دايما. دي راجعه لثقافه المجتمع، المجتمع كله. تمام. ثقافه المجتمع. خلاص. تاني حاجه، معلش هو الكلام صعب، انا مش قادره ان جوزي يتجوز عليا، يتعدل خلاص، يا اما اخليه وامشي، اخليه يروح يشوف جوازه وامشي، لان هو مفسده هتبقى لنفسي ولنفسه، مش هنكمل. صح. خلاص ماشي. توافقي قصدك يعني توافقي يعني الست بالامر الواقع اللي هيتجوز عليه؟ لا امر الواقع إيه؟ لا انا دلوقتي مش قادره اكمل مع شخص، ما اقعدش انا وهو نخسر نفوسنا مع بعض، يا اما اروح يعني لناس تساعدني ان احنا جوازنا يبقى كويس خلاص، يا اما هو لو شاف حد تاني ما يروحش يعمل حاجه في الديره، ما يعملش حاجة في الدرة. ليه؟ لأن أنا هعمل في الدرة، أنا هفسد بيت تاني وهفسد مرأة تانية، أنا فسدت أولى هفسد تاني؟ والمجتمع هيقبل؟ المجتمع بتاعنا لازم يكون فيه وعي، ولازم يكون فيه حاجات كتير، مفاهيم كتير تتغير. تمام. لازم مبدأ الحرية، مبدأ عدم التعلق، إن أنا زوجة فأتعلق بجوزي فيبقى جوزي هو كل حياتي، أو نفس الحكاية الراجل. لا يا جماعة، ربنا ما خلقش الجواز عشان كده، ربنا ما خلقش الجواز عشان أنا ما أديلكش حرية وإنت تدينيش حرية، إن إحنا مش عارفين نكمل مع بعض فنبدأ نخرب في نفوس بعض. نبدأ نخرب في نفوس بعض، ده بيحصل إيه بقى؟ بنتجه بقى للخيانة. صح. ما هي مش فهماني كتيرة، والمفهوم اتغير دلوقتي في المجتمع المصري. الخيانات ابتدت يعني اصبحت هي، ما بقاش مفهوم الخيانه، بقى امر طبيعي. لا. بقى في مفاهيم ومصطلحات موجوده ودارجه على لسان الشعب المصري هي عاديه. وده صح؟ لا طبعا غلط. غلط. خلاص ماشي. ايه سببه؟ لو احنا جبنا الجذر من تحت خالص، بيبقى الحياه بتاعت الزوجين لا فيها تقبل ولا فيها احترام ولا حتى فيها تقدير. تمام. فانا لا متقبل الشخص اللي معايا ولا هي متقبلاني، وفي نفس الوقت ما بحترمهاش. على فكره الاحترام ده مش ان انا احترمك اللي هو صباح الخير صباح النور حبيبتي عايزه او حبيبي عاوز، لا ده مش احترام. احترام الذات نفسه، كينونه الست نفسها وكينونه الراجل نفسه، ان انا وقت ما الاقي نفسي مش قادر او هي مش قادره، ما نهنش بعض، ما نمسكش في بعض، لا في اسس نمشي عليها عشان يا نصلح حياتنا يا يغني الله كل من ساعته، انا اروح في سكتي وانت في سكتك.
تمام. فكر بقى ان احنا هنقعد نحط عراقيل في حياتنا كان احنا متجوزين ونبرر الخيانه، فيبقى هو مصاحب بره، ومعلش انا اسفه جدا في الكلمه اللي اقولها، وكتير جدا من السيدات بيبقوا مصاحبين بره، تمام، وانا اسفه جدا في الكلمه دي، لكن ده المجتمع خلاص، ده اللي احنا بنشوفه، بقى امر عادي، تمام. فمعلش يعني انت، وكمان دي اللي هي يعني الست خيانتها اصعب بكتير، لانها بتدي نفسها مبرر، وكمان مش عايزاه يروح يتجوز غيرها. صح. انت واخد بالك؟ صح. فلا، احنا ما اتخلقناش عشان نتعلق ببعض لدرجة ان احنا نفسد بعض، احنا اتخلقنا عشان نعيش بود ورحمة واحترام وتقدير. فهمني ازاي؟ صح. في اللحظة دي انا لما اجي اكون ده تفكيري من بداية دخولي العلاقة دي، انا هبقى دي الاسس بقى اللي المفروض نحطها في بداية العلاقة. صح. تمام؟ انا متفق معاكي 100%، بحترم كلامك جدا دكتورة ياسمين. يعني عايز اقولك يعني اخر كام جملة هم فعلا فرقوا معايا انا على المستوى الشخصي، واكيد فرقوا مع كل المشاهدين. بشكرك جدا جدا. اكيد الحلقه دي خلصت وجريت، انما حلقاتنا معاكي ما خلصتش، اكيد ان شاء الله لسه هتكلم زي ما قلت لحضرتك على فكره الجواز العرفي، دي لوحدها فعلا محتاجه حلقه، ده حقيقي. فكره التربيه بقى السويه، ما بعد الزواج بقى التربيه السويه، ان اتجنب الجريمه في الاطفال نفسهم، انه ينشا جيل مجرم بطبعه بسبب التربيه. أكيد. ده امر كتير قوي، بيجي لنا مشاكل كتيره جدا اطفال مراهقين، اللي هم اللي بنسميهم في القانون احداث حدث. ايوه. دي فكره مشكله كبيره جدا، دي حاجه يعني كتيره عدد في المجتمع لا يستهان به في المجتمع حقيقي. المصري. ليا معاكي حلقات كتير باذن إن شاء الله. الله ده بعد اذنك. اكيد طبعا، ده يشرفني. بشكر الدكتوره ياسمين جمال دكتوره الصحه العقليه وتطوير السلوك اللي نورتنا النهارده. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. بتوعدينا يكون في حلقات؟ اكيد اوعدك انها تكون كتير. وكمان بنقول على صفحه دفتر احوال، اي حد عايز يتواصل مع الدكتوره ياسمين يبعت لنا على صفحه دفتر احوال، موجودين معاكم طوال الاسبوع. ارقامنا موجوده حتى على الصفحه، في ارقام موجوده للتواصل، ارقام تليفونات. تابعونا اسبوعيا، مستنيينكم في دفتر احوال. اراكم الاسبوع الجاي على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.